السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطعنا اليوم عن منفذ الولاعة. طبعا في لو تشوفون أوساخ من داخل إذا كان واضح، فأحيانا يشحن وأحيانا ما يشحن. طبعا نظفت أكثر من مرة، بس في ظهرنا حلة جرزار صدى، فراح اغير اليوم بواحد جديد اخذته من محل علي اكسبرس. هذا راح اركبه مكان هذا، وطبعا سهل كلها تريد. اول شيء طبعا بيجي لك برغيين، هنا واحد وهنا واحد. لازم تفتح الديكور اول، بعدين ارفع هذا البلاستيك، واخر شيء ترفع لفوق. جدا سهل. وهذا هو هذا الحق الولاعه. وهذا حق ال AUX. شوف هنا طبعا بسوي الحين اللي بنكسر عليه، فخلاص ما بحتاجه الحين. طب تقول لي كيف طيب الفيش هذا اذا غيرت هذا وهذا العادي؟ راح اطلع سلكين، ما بقصه طبعا، بطلع سلكين خارجي وراح اثبته في الكلبس هذا علشان يركب هنا. اول شيء راح ابطل الحين، افتح هذا تريد سهل جدا، واحطه من هنا. وهذا تذكرة، خلاص كذا. الحين راح اطلع، ما بخسر حقة الوكالة، راح اطلع السلكين راح اطلع السلكين من هنا. طبعا انا انصح بهالجهاز الافوميتر، راح تحتاجه بشكل كثير بكثير. سعره تقريبا من 26 الى 29 ريال، يعني مو غالي، وراح يغنيك عن اشياء كثير في الفحص. انا استخدمه ككهربائي منازل، بس استفدت منه كثير حيل على السيارات. هنا طبعا السيارة 12 فولت، نحط على 20 فولت المستمر، واحط القطبين اشوف اذا كان في كهرب ولا لا. اذا ما في كهرب الواير معناته المشكله بالفيوز. شو كم الفولت موجود هنا؟ هذا فولت البطاريه. اذا قرا عندك من الواير نفسه من السلك
معناته ان توصيله ممتازه. بعد ما تفصل الولاعه، بعد ما تفصل الولاعه تشيك على السلك، من وصل كهرب معناته ان الضفيره ممتازه، ما في اي مشكله. اذا ما قرأ عندك شيء هنا اعرف ان احتمال عندك يا قطع في الوسط، طبعا قليل حد يلمس الاسلاك الداخليه، او يكون احتمال كبير عندك من الفيوز، والفيوز وين يكون؟ في علبه الفيوزات اللي عند الماكينه. الحين راح نكمل، راح اركب السلك هنا. راح اركب واحد هنا، مو مشكلة اي واحد فيهم. الحين راح ادخل السلك في هذا، اكبس عليه. خلاص كذا، والثاني بعد. الحين طبعا الـ AUX ما احتاج انا، بعدين راح اركب فيه اللي هو شاحن جوال، طبعا هذا حق التكاية الخلفية بركبها بعدين، اللي هو هذا. راح اشيل الـ AUX اللي ما احتاجه، وراح اركب اللي هو الشاحن الجوال 5 فولت 4.8 امبير، يعني سريع شحنين. هذا شغله بعدين راح اركبه هنا، خلاص الحين نطبق الشغل اللي سويناه. نرجع حق الـ AUX. ونكبس. لازم نعرف اي واحد فيهم محل الموجب او السالب. لو تلاحظون هنا مسجل عليه انتبه تشبكونه، بس هذا الموجب وهذا السالب. احنا اي واحد فيهم الموجب والسالب ايضا بالافوميتر تحطه على 20 فولت مستمر، تيار مستمر. لاحظوا كيف نقيس الحين ونعرف اي جهة اي واحد فيهم، مو مشكلة. لاحظوا هنا اعطانا سالب 12 فولت، معناته ان معكوسين، يعني هذا الاسود البارد او السالب وهذا الموجب. لاحظوا اعطانا الحين بالموجب 12 فولت، اذا هذا الموجب وهذا السالب. هذا الموجب راح اركبه في الموجب. وهذا السالب. خلاص كذا. برجع لك الـ AUX. وانتهى الموضوع. الحين راح ارجع كل شيء. رجع البلاستيك. يلا خلنا نشوف الحين. طبعا لو تلاحظون بعد في لمبة بعد، هذا ما دريت عنه اذا كان في لمبة ولا لا.
طبعا بعض السيارات لما تفتح السلف السويتش يجي لك كهرب. المشكلة اللي عندي انا الحين صار الحين بما انه في لمبة انا اللي مباشر من البطارية، فلازم بعدين اغير السلك حقة المنفذ هذا واحطه على طريق السلف، ولا كذا بيفضى عليه بطارية. بس هذا الطريقة حق الشبكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.